السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا مش عارف اقول ايه، يعني انا بصراحة مش عارف اقول ايه وهطلع اقول ايه، والكباتن هيقولوا ايه لي جماهير نادي الزمالك على الخسارة النهاردة في اول مباراة في دوري الابطال. يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ يعني انا مش قادر افهم، مش قادر افهم بصراحه. يعني دخلنا الفرقه في الجيم وقلنا يا جماعه الفرق اللي زي دي لازم تضغط ولازم تجيب جول على الاقل عشان الناس تفتح الملعب تشتغل. انا مش